وإلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 709 مليار جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة EGX30 بنسبة 43%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 3.14%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.42%. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا بتنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أهلا بك أستاذة حنان في البداية، ويعني ربما تكون نهاية سعيدة لمستثمري سوق المال حيث غلب الارتفاع على أغلب مؤشرات السوق. كيف ترين أداء البورصة خلال تعاملات اليوم وأهم الأحداث التي أثرت على هذه التعاملات؟ مساء الخير يا استاذة آية. زي ما حضرتك قلتي ده نهاية الأسبوع كان في تقلبات عالية وكان في خسائر رهيبة للبورصة المصرية، وده بيرجع طبعا لموضوع تجدد الكلام على موضوع الضرائب اللي احنا بنأمل بإذن الله إن يكون في إلغاء لهذه الضريبة عشان يتفاعل السوق بالإيجاب. وسبب تفاعل السوق في جلستي الأربعاء والخميس بيرجع إلى تدني الأسعار إلى مستويات منخفضة جدا، وكمان كان في الفترة اللي فاتت مارجن كول كتير، يعني تسوية لحسابات هامش، ففي عملاء كتير كانوا عرضة إن هم تضيع استثماراتهم بالكامل. لما لقوا إن الأسعار تدنيت ابتدوا إن هم يشتروا فيها ويكونوا مراكز شرائية عشان يستفادوا بأي فروق أسعار، مع وجود سقط عام ما زال لموضوع ضرائب الرأسمالية وعدم قبول بيها للسوق، عشان في ناس بتقول ان المتعاملين تقبلوا الوضع عشان كده تفاعلوا بالايجاب مع تداولات. الكلام ده مش مظبوط، هم تفاعلوا مع انخفاض الاسعار. طبعا كان في مخاوف من موضوع تاثير ايفرجراند الصينيه على اداء القطاع العقارات المتواجد في مصر، وكان في تخوف من ان تكون في ازمه ماليه عالميه زي اللي حصل في 2008، ولكن يعني بسبب ان الصين ضخت شيله قويه وبسبب تثبيت الفدرالي الامريكي لاسعار الفايده فتداركت الاسواق هذه الانخفاضات. طبعا انا شايف ان المتعامل في الفتره الحاليه هو متخبط نوعا ما، بيحاول ان هو يعني يقتنص اي فرصه متواجده لان بيبقى معاه سيوله، واحنا شايفين ان في معدلات الفايده بتنخفض وشايفين ان معدلات التضخم بترتفع فالقيمه الشرائيه للنقود بتنخفض، فهو شايف ان البورصه قدامه ملاذ امن للتعامل. عشان كده انا عايزه ارسخ هذه الفكره واقول له فعلا البورصه ملاذ امن، وانك انت ممكن تحط استثماراتك استثمارات امنه بدل ما تروح لمستريح يقضي على كل استثماراتك ويبدد كل امالك في الربحيه. وبقول له كمان ان البورصه في الجهات المنوطه بيها هتعمل كافه الاجراءات اللازمه عشان تمنع تطبيق ضريبه الارباح الراسماليه. طبعا في من الملاحظ ان المتعاملين العرب بيكونوا مراكز شرائيه جيده، طبعا احنا شايفين اسهم قطاع العقارات اسهم بالنسبه لنا جيده وبتتداول باسعار متدنيه وبمضاعفات ربحيه متدنيه، فبيكونوا مراكز شرائيه فيها بغلط المتاجره. ما فيش عندنا في البورصه حد بيعمل استثمارات في الفتره الحاليه للتخوف باستمرار من حدوث ما هو غير الحسبان، ودايما بيحاولوا يصفوا مراكزهم. في بعض الناس بتقول ان المتعاملين الافراد بيستثمروا طويل الاجل والمؤسسات الاجنبيه بتعمل استثمار متجري وبيدوروا محافظهم في خلال الشهر 20 مره، الكلام ده برده مش صحيح، وانا عايزه يعني اصحح كل الافكار المتواجده في السوق. اللي بيعمل متجرات سريعه هم المتعاملين والمتعاملين المصريين بالاخص، لانهم بيكتفوا باي فروق سعريه عشان خاطر يضمنوا مكاسب يقدروا يحققوها على اموالهم، اما المستثمرين الاجانب فهم مترقبين للاوضاع، وكل ما بيبقى فيه بادره لاي يعني ازمه اقتصاديه هم بيعملوا خروج، وواضح جدا من تعاملاتهم ان هم ما بيكونوش مراكز شرائيه في الاسهم القياديه، لانهم لو كانوا بيعملوا مراكز شرائيه عميقه لو شفنا المؤشر ال 30 ده على ارتفاعات قياسيه وهو بقى له فتره يعني في اتجاه عرضي ما بيتحركش، كان اتحرك في الشهر اللي فات ولكن تحركاته هذا الاسبوع تحركات محدوده للغايه. طب أستاذة حنان، يعني لو تحدثنا أكثر عن أبرز القطاعات بشكل سريع المتراجعة خلال التعاملات وأسباب التراجع من وجهة نظر حضرتك. طب ليه نتكلم على المتراجع؟ بنتكلم على اللي حقق أداء جيد، لأن ده بيدي أمل للمتعاملين.
طبعا قطاع العقارات متصدر الاداء الجيد، يليه قطاع الترفيه والسياحه، يليه قطاع الاغذيه والمشروبات، وتزيل القائمه قطاعي الاتصالات وقطاع البنوك. طبعا في بيانات ومعلومات بتدور في فرق قطاع الاتصالات، فممكن ان هو بدل يعني التباطؤ في الاداء اللي بيؤديه، لا ممكن نلاقيه على السطح مره اخرى. بس هي المشكله ان القطاع فيه سهم واحد بس بيتحرك، كان الاول في اكثر من ثلاث اسهم كانوا ممتازين وكانوا بيدعموا من اداء النشاط. واشوف برضو الفتره الحاليه قطاع البنوك ابتدى يتحرك نوعا ما، ولكن ليس بسبب السهم القيادي اللي متصدر للاعلى وزن نسبي، اسهم اخرى فيها تحركات بسبب ان هم بيعملوا طفرات جيده وعلاقات جيده ونوع من يعني الرؤيه المستقبليه للاداء اللي يتعلق بالبنك. يعني استاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال، شكرا جزيلا لك.